السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ فيديو النهاردة فيديو عن الحروق من الدرجة الأولى اللي بنتعرض لها في المطبخ طول شهر رمضان أو طول السنة عموما لما ندخل المطبخ. أنا هكلمكم عن الأنواع الحروق دلوقتي، ولازم تعرفوا الفرق ما بينهم علشان تعرفوا تعالجوها كويس أوي. الحروق بتكون يا درجة أولى يا درجة تانية أو تالتة لا قدر الله. الدرجة الأولى ممكن نعالجها في البيت بسهولة يعني، وإن شاء الله ما تعلمش وما تفضلش في جسمنا. والدرجة التانية والتالتة بنعمل لها إسعافات أولية زي الإسعافات الأولية بتاعت الدرجة الأولى، وبنتوجه للدكاترة أو المستشفيات. بالنسبة للدرجة الأولى من الحروق، لما تتعرضي لحرق يعني مثلا من مية مغلية من زيت أو حاجة، تروحي تغسلي إيدك بمية باردة مش ساقعة، ما تحطيش تلج، ما تحطيش مية سخنة، لا مية فترة عادية جدا من الحنفية. وبعدين تبدأي تحطي منديل على الجرح وتطبطبي بالراحة كده علشان ينشف، مش تمسحي، لأنك لو مسحتي الجرح هيتجلط وهيزيد العلامة وهتتعبي اكتر. تاني حاجة لازم تعمليها بعد ما تغسلي ايديكي كويس، انك تستخدمي كريم للحروق. اقوى كريم للحروق موجود حاليا وكل الناس بتشكر فيه هو كريم ميبو. كريم ميبو مواد طبيعية، اي نعم ريحته نفاذة شوية بس حاله سريع وبيعالج الجرح بسرعة جدا وما بيسيبش اثر للجروح. فانتي مفروض تحطي طبقة تقريبا على الجرح تقريبا من 2 لـ3 ملي على طبقة سميكة يعني على الجرح، وتسيبيها مكشوفة. لو انتي عايزة تلفيها عشان عايزة تكملي شغلك ومش عارف ايه، يبقى تزودي الطبقة وتلفي بشاش خفيف على ايدك، وبرضو حاولي ما تعرضيهاش للحرارة، لانها لو تعرضت للحرارة يبقى كأنك بتزودي الحرق اكتر واكتر. انا بالنسبة لي اتعرضت السنة اللي فاتت لحرق قوي شوية، كان في ايديا وفي رجلي، كانت مية سخنة، فاستخدمت مواد كتيرة جدا واستخدمت حاجات كتير ساعدتني في ان الحرق يختفي. اول حاجة استخدمتها هو ميبو. في كمان منتج استخدمته درامازين تقريبا اسمه، ده منتج هايل. هو طبعا يعتبر اعتقد ان هو اغلى من ميبو، بس مش متأكدة قوي من المعلومة دي، بس هو كريم بارد بارد جدا، وتلاقيه كده بيرطب بسرعة المنطقة كأنك حاطة تلج، بس هو مفيش تلج ولا اي حاجة. هو كريم المفروض انه مكتوب كريم مضاد للبكتيريا لعلاج الحروق والقراح. ممكن تستخدميه لو عندك لا قدر الله اي حروق قديمة او عندك اي حاجة، ممكن تستخدمي ده هيساعدك. وبرده ممكن تستخدمي ميبو كويس. بعد كده في سوتوب ده، او ما اعرفش حاجة بصراحة في الاسماء الطبية، بس ده برضو كويس. ده كان كاتبهولي دكتور. الاثنين دول كنت واخداهم من الصيدلية عادي، انما ده كان كاتبهولي الدكتور وقت ما جبته كان بـ10 جنيه. بدهنه على الجرح علشان يشيل الاثار، ده مهمته انه يشيل اثر الحروق من على الايد. طب ايه اهم حاجة في الكريمات دي كلها؟ الاهم حاجة الاستمرارية. انتي لو ما استمرتيش على الاستخدام هتكتشفي انه مفيش نتيجة، فاهم حاجة انك تستمري على استخدامهم يعني يوميا كل 3 ساعات. انا كنت بحط ده كل 3 ساعات، بعد ما يبدأ يختفي كده من على ايدي اشيل واغسل انظف وارجع احط تاني، وبرده ميبو. وده كان يعني يعتبر للعلاج النهائي يعني، لانه مش بقوة دول. ده تقدري تحطوه كل يوم بالليل كده حاجة خفيفة على الجرح علشان يختفي. سريعا قبل ما اختم اكلمكم بسرعة نقدر نعمل ايه في علاج الحروق الدرجة التانية والدرجة التالتة. بالنسبة للدرجات التانية دي، المفروض انك تكوني عملتي اللي فات ده كله، حتى لو كانت الدرجة تانية او تالتة،
تغسلي الجرح كويس بميه فاتره، مش ميه موجهه عليه، ميه خفيفه كده تبقى بتنزل من عليه بس، وتحطي طبقه الكريم وتتوجهي لاقرب مستشفى او اقرب دكتور متخصص، وساعتها هيتم علاجك هناك وهتعرفي ايه اللازم. بس المهم ان انت تبقي عملتي الخطوه الوقائيه الاولانيه، انك ما سبتيش الجرح يتعرض للتلوث او الحاجات دي كلها. انت هتغسلي ايديكي وتنشفيها بالراحه، وبعدين تحطي طبقه سميكه من الكريم، وبعدين تتوجهي لاقرب مستشفى او دكتور، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يحميكم كلكم، وان شاء الله ما تتعرضوش للحاجات دي. بس دي معلومه كان لازم تعرفوها، وخصوصا ان احنا في رمضان بنقف في المطبخ اكتر وبنتعرض للحراره اكتر. وبس ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون فاتكم وتكونوا استفدتوا منه، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتابعوني على اليوتيوب عشان تشوفوا فيديوهات كل يوم، وما تنسوش تتابعوني على الانستجرام عشان بنزل الحاجات اللي بتحصل كل يوم طول رمضان، وسناب شات كمان. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم.